السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا النهاردة فيديو مهم جدا وهو فيديو المهام الأدائية للتربية الدينية الإسلامية. معانا هنا سنة رابعة، المهام دي مهمة جدا، عليها 35 درجة في الامتحان، ضروري جدا ان احنا نذاكرها كويس، 35 درجة يبقوا مضمونين معانا ان شاء الله لو ذاكرنا المهام دي. يلا بينا كده سريعا نبدأ في المهمة الأدائية الأولى. بيقول لنا هنا: صمم بطاقة تعريفية للطفيل ابن عمرو رضي الله عنه موضح فيها ما يلي: من هو وإسلامه والمعجزة التي ميزه الله بها ووفاته. تمام كده، تعالوا كده نتكلم عن الطفيل ابن عمرو. بيقول لنا هنا من هو في البداية: هو سيد قبيلة دوس، وهو من أشراف العرب، وكان معروفا بالإيه؟ بالحكمة والشعر والبلاغة. يبقى هو سيد قبيلة دوس وهو من أشراف العرب، وكان معروف عنه الحكمة والشعر والإيه والبلاغة. طيب إسلامه، هو أسلم إزاي بقى الطفيل ابن عمرو؟ هنقوله هنا إن هو أسلم لما زار مكة وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع من الرسول القرآن الكريم زي سورة الإخلاص والمعوذتين. تمام كده، يبقى هنقوله هنا إسلامه أسلم عندما زار مكة وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد أن سمع من الرسول سورة الإخلاص والمعوذتين. طيب إيه بقى هي المعجزة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزه بيها؟ المعجزة دي سنة رابعة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلى في وجهه نور، يعني في وشه كده نور، وتحول النور ده إلى رأس سيفه فكان كالمصباح. تمام كده، يبقى المعجزة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزه بيها: جعل الله في وجهه نورا وتحول النور إلى رأس سيفه فكان كالمصباح. طيب بالنسبة لوفاته بقى، توفي في موقعة اليمامة سنة 11 من الايه؟ من الهجرة. توفي شهيد في ايه؟ في موقعة اليمامة سنة 11 من الهجرة. بكده يا سنة رابعة نكون خلصنا المهمة الأدائية الأولى، يلا نشوف المهمة الأدائية التانية مع بعض. بيقول لنا هنا في المهمة الأدائية التانية: صمم لوحة إرشادية تحس فيها زملائك على الالتزام بآداب المسجد وفضل الصلاة في المسجد. بصوا سنة رابعة، المسجد ده يعتبر هو بيت ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. تمام كده، فلازم نتحلى بأداب معينة لما نيجي ندخل المسجد اللي هو بيت ربنا، ونعرف كمان عن المسجد ده، ونعرف فضل الصلاة فيه ايه هي. طيب احنا ممكن نعمل لوحة إرشادية بسيطة كده بعنوان الصلاة في المسجد. ممكن نقول فيها ايه بقى هنا؟ هنبدأ كده بمقدمة ونقول إن الصلاة في المسجد أفضل من صلاة المنفرد، يعني الصلاة في المساجد بتكون أفضل من إن شخص يصلي لوحده في بيته. بإيه بقى؟ ب27 مرة في الثواب. يعني لو أنت هتصلي في بيتك صلاة الظهر مثلا هتاخد عليها حسنة، تمام كده، أو هترتفع بها درجة. فلو انت صليت نفس صلاة الظهر دي بس جماعة في المسجد هتاخد عليها ايه؟ 27 درجة، او 27 ضعف الثواب اللي انت كنت هتاخده لو انت صليت الظهر ده لوحدك. تمام كده. طيب ممكن نقول له ايه تاني في اللوحة الارشادية ديت؟ هنقول هنا: ايها المسلم، عندما تدخل المسجد يجب عليك ان. هنقول له بقى شوية ايه؟ شوية اداب كده لازم نتحلى بيها واحنا داخلين المسجد. اول حاجة: تلبس ثوبا نظيفا، يعني ملابسك تكون نظيفة، ما ينفعش نروح المسجد واحنا ملابسنا ايه؟ متسخة او عليها اي نجاسة. طيب تاني نقطة هنقول له هنا: تتعطر عند الذهاب الى المسجد، يعني يكون رائحتك كده حلوة وتكون متعطر، حتى عشان كمان الناس اللي معاك في المسجد ما تنفرش منك. طيب تالت حاجة: تدخل بالقدم اليمنى، ان احنا واحنا داخلين المسجد ايه؟ ندخل كده برجلينا اليمين مش رجلينا اليسار، ونقول دعاء دخول الايه؟ المسجد. عندنا بعد كده كمان ان احنا نلتزم بالهدوء وعدم رفع الصوت، يعني ما ينفعش حد مثلا يدخل المسجد ويقعد يزعق ويعلي صوته، لا لازم نكون هادي كده وايه، ما نرفعش صوتنا داخل المسجد. عندنا هنا نصلي تحية المسجد. ايه هي تحية المسجد ديت؟ يعني ان احنا لما نيجي ندخل المسجد اول حاجة نعملها قبل ما نقعد ان احنا نصلي ركعتين تحية للمسجد، ودي حاجة اوصانا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن بقى نختم عندنا هنا اللوحة الارشادية ديت بايه؟
بالحاجات الحلوة اللي احنا ممكن نطلع بيها من الصلاة في المسجد. هنقوله هنا ان الصلاة في المسجد لها أهمية كبيرة، ففي المسجد يتعارف المسلمون، يعني احنا بنبدأ نتعرف على بعض، ممكن تكسب أصدقاء كتير من المسجد، وبينتشر الحب بينهم، الناس بتحب بعضها في المكان ده، بتكسب صداقات حقيقية، ناس حقيقية، ناس كويسة تقدر تحبهم ويحبوك من غير أي مصالح، لأن انتوا اتجمعتوا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكمان ان الصلاة ديت في المسجد بتعود المسلم ان هو يتعود على الصلاة في موعدها، فلو الشخص التزم ان هو يروح المسجد كل ما الاذان يأذن، لا هو كده خلاص هيتعود ان هو يصلي الصلاة في موعدها، حتى لو صلاة في بيته بعد كده. تمام كده سنة رابعة، وبكده نكون خلصنا المهمة التانية. يلا بينا نشوف المهمة التالتة مع بعض. في المهمة التالتة بقى معانا هنا سنة رابعة، بيقول لنا اكتب 3 أفعال تقوم بها كل يوم تقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بحديث نبوي شريف أو آية قرآنية مما درسته. يعني هو هنا بيقول لنا قول لنا 3 أفعال انت يعني ممكن تقتدي فيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكمان نستشهد بالفعل ده من القرآن أو من السنة النبوية اللي هي الأحاديث الشريفة. عندنا هنا اول فعل ممكن نقتدي بيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ان احنا نصلي الصلوات جماعة في المسجد. طيب يبقى هنقول هنا الفعل الاول، اصلي الصلوات جماعة في المسجد. طب ايه هو الاستشهاد؟ يعني احنا عرفنا منين ان الصلاة في المسجد الجماعة دي حاجة كويسة جدا وان احنا لازم نقتدي بيها؟ وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني ان صلاة الجماعة ديت افضل من صلاة الفرد لوحده ب27 درجة، ودي لسه قايلينها في المهمة الأدائية التانية. طيب عندنا الفعل التاني اللي احنا ممكن نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نصلي 2 ركعة تحية للمسجد زي ما النبي وصانا. طيب سيدنا محمد قال لنا ايه في النقطة دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 2 ركعة قبل أن يجلس، يعني أول ما نروح كده المسجد قبل ما ندخل ونقعد فيه نصلي 2 تحية المسجد. طيب عندنا هنا الفعل التالت اللي احنا ممكن نقتدي فيه بالنبي برضو، هو ان احنا نساعد المحتاجين، أساعد المحتاج. طيب ايه هو الاستشهاد عندنا هنا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا محمد قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني اللي بيساعد حد محتاج ربنا بيساعده وبيسر له جميع أموره سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني لو أنت ساعدت حد هو محتاج لأي حاجة، لو جيت أنت بعد كده احتجت حاجة معينة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الشخص اللي يساعدك أو يقضي لك الحاجة بتاعتك دي عشان خاطر أنت ساعدت غيرك. تمام كده، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تمام، يبقى كمان ايه، ده كمان مش في الدنيا بس، ده كمان في الاخرة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيسر عليك الحساب وايه يوم القيامة في الاخرة زي ما انت ما يسرت على عباده في الدنيا كده بالظبط. طيب وبكده يا سنة رابعة نكون خلصنا المهمة الادائية التالتة، يلا بينا نشوف المهمة الادائية الرابعة بتقول لنا ايه. عندنا هنا في المهمة الادائية الرابعة بيقول لنا صمم بطاقة تعريفية عن رحلة الاسراء والمعراج تتضمن زمانها ومكانها وموقف قريش منها والدروس التي تعلمتها. عندنا هنا عايزني في المهمة ديت نتكلم عن ايه، قلنا عن رحلة الاسراء والمعراج. الرحلة دي كانت رحلة مهمة جدا لسيدنا محمد سنة رابعة صلى الله عليه وسلم. طيب الرحلة ديت تعالوا نتكلم كده في البداية عن سببها، كان ايه سبب الرحلة ديت. اول حاجة عندنا هنا سيدنا محمد كان مر بظروف كتير جدا في الفترة ديت، مر بالأذى اللي اتأذاه من الكفار، مر بمواقف صعبة جدا زي وفاة عمه ابو طالب، زي وفاة زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، فكل الحاجات دي كانت يعني مسببه له حزن كده وتعب نفسي يعني. فربنا سبحانه وتعالى حب ان هو يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسعده كده بحاجة يعني، فبدأ ان هو خده في رحلة وهي اسمها رحلة الإسراء والمعراج.
يبقى عندنا هنا لما نيجي نقول ايه هو سبب رحلة الإسراء والمعراج هنقول ايه؟ التخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. طيب ايه هو الزمان بتاع الليلة ديت؟ حصلت امتى رحلة الإسراء والمعراج ديت؟ عندنا هنا دي كانت ليلة 27 من شهر رجب، تمام كده. واحنا دايما يعني بنعتبر ان ده زي موسم كده او يعني يوم كده معين احنا بنبقى فاكرينه كل سنة، تمام كده. يبقى عندنا هنا ايه ليلة 27 من شهر رجب، هي دي كانت رحلة الإسراء والمعراج. طب ايه هو المكان بتاعها؟ حصلت فين الرحلة ديت؟ الرحلة دي مقسمة الى جزئين، الجزء الاول اللي هو جزء الإسراء والجزء التاني اللي هو جزء المعراج. الإسراء ده كان منين لفين؟ الإسراء ده كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، يعني ربنا سبحانه وتعالى خد سيدنا محمد من المسجد الحرام في مكة لحد المسجد الأقصى في إيه؟ في فلسطين. ده كده الإسراء. طب المعراج بقى؟ لا، المعراج ده بقى كان من المسجد الأقصى لإيه؟ للسماء. ربنا سبحانه وتعالى خد سيدنا محمد بقى كده في رحلة إلى السماء. طب يا ترى ايه هو بقى موقف قريش لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وحكى اللي هو شافه في السماوات السبع، بقى ان هو قابل الانبياء واتكلم معاهم وقابل الملائكة وطلع كده يكلم ربنا وهكذا. ايه بقى موقف قريش من الكلام ده؟ طبعا موقف قريش ان هم طبعا كذبوا، لان هم اصلا كانوا كافرين بالدين الاسلامي وما كانوش مصدقين سيدنا محمد من الاول، ويعني وروا اذى كتير جدا، فكان الطبيعي طبعا ان هم هيكذبوا. خلاص هم مكملين في الطريق اللي هم ماشيين فيه، يبقى موقف قريش كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نطلع كده بشوية دروس اتعلمناها من رحلة الاسراء والمعراج دي. عندنا هنا يا سنة رابعة، أول حاجة اتعلمناها إن ربنا سبحانه وتعالى دايما بينصر عباده المؤمنين وما بيسيبهمش لوحدهم، يعني اتعرضنا لأذى أو حصل لنا أي حاجة، لا ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يبدل حزننا ده وقادر إن هو ينصرنا في أي لحظة، زي بالظبط كده لما حب إن هو يخفف عن سيدنا محمد فأخده في رحلة الإسراء والمعراج، ودي كانت رحلة عظيمة وتشريف كبير جدا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلتش مع أي حد تاني من الأنبياء. فعندنا هنا اول درس اتعلمناه ان الله ينصر عباده الايه المؤمنين. تاني حاجة اتعلمناها وهي الصبر على الاذى، ان سيدنا محمد قد ايه صبر على اذى اهل قريش وكفار قريش ومدى العذاب اللي شافوا منهم، تمام كده، وكذبوه وشتموه واهانوه كل ده، تمام كده. فمن الدروس اللي احنا اتعلمناها من رحلة الاسراء والمعراج هي الصبر على الاذى. تالت حاجة كمان اتعلمناها يا سنة رابعة وهي أهمية الصلاة. طيب ايه موضوع أهمية الصلاة دي بقى؟ عايزة اقول لكم ان في رحلة الإسراء والمعراج ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الى السماء واتكلم مع ربنا فوق، ربنا سبحانه وتعالى وقتها فرض علينا الصلاة، تمام كده. فلو احنا هنشوف هنا قد ايه الصلاة دي مهمة، هنقول لك ان هي ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بعتش بيها سيدنا جبريل، يعني ما انزلهاش كده بوحي على سيدنا محمد زي الامور التانية وزي الفرائض التانية، لأ ده ربنا سبحانه وتعالى يعني اخذ سيدنا محمد من الارض خالص وطلعه الى السماء وبعد كده اتكلم معاه في فرض الصلاة، تمام كده. يعني كان الكلام مباشرة بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين سيدنا محمد على فرض الصلاة، فتخيلوا بقى أهمية الصلاة. فالصلاة ديت يعني فرض عظيم جدا لازم نهتم بيه طبعا، طبعا اللي يعني لسه ما تعودش على الصلاة منكم لازم يتعود عليها، لأن الصلاة ديت هي الصلة التي تربط بين العبد وربه، تمام كده. في الصلاة ديت مهمة مهمة جدا، يعني من أهم أركان الإسلام هي الصلاة. وبكده سنة رابعة نكون خلصنا المهمة الأدائية الرابعة، يلا بينا نشوف المهمة الأدائية الخامسة والأخيرة مع بعض. بيقول لنا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في ضوء فهمك للحديث، صمم لوحة تتضمن أنواع الصدقة وفوائدها في الدنيا والآخرة. كنا لسه بنتكلم عن الحديث ده من شوية، إن اللي بيسر على معسر
ربنا سبحانه وتعالى بيسر عليه جميع أموره سواء في الدنيا أو في الآخرة، تمام كده؟ طيب التيسير ده ممكن يعني نيسر على العباد وعلى إخواتنا بأنواع صدقة كتيرة، مش شرط ان الصدقة دي تكون بالمال والطعام بس، تمام كده؟ فعشان كده بيقول لنا صمم لوحة بقى كده وايه، وقول لنا ايه هي انواع الصدقة وفوائدها. طيب عندنا هنا انواع الصدقة، اول حاجة ان احنا ممكن طبعا نتصدق بالمال والطعام، ده كده نوع، بس هل ده بس صدقة؟ لا، في انواع تانية كتير. زي ايه كمان؟ زي ابعاد الاذى عن الطريق، بمعنى ان انا لو شايف ان في اذى في الطريق ممكن يتسبب في ضرر لاي حد، لا انا هنبعد الاذى ده عن الطريق علشان غيري ما يتاذيش، فدي كده صدقة. زي مثلا لو انا لقيت قشرة موزة في الطريق ممكن نشيلها نحطها على جنب علشان محدش يتزحلق ويقع وايه ويحصل له ضرر. لو انا لقيت مثلا حرارة كبيرة جدا في الشارع او طوبة كبيرة ممكن تخلي عربية مش عارفة تعدي، لا يعني ممكن نساعد في ده، ننقلها من المكان ده علشان ايه، عشان نيسر على غير الطريق، صح كده؟ طيب عندنا من انواع الصدقة كمان التبسم والكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، يعني لما نيجي نقول لحد اي حاجة كويسة في شكله او في لبسه فدي تعتبر كلمة طيبة، فهي بتفرح الشخص جدا. هو ليه الكلمة الطيبة صدقة؟ لان هي فعلا فعلا بتفرح الشخص اللي قدامك جدا. طيب عندنا، يبقى احنا كده قلنا ايه هي انواع الصدقة، قلنا عندنا 3 انواع وهي التصدق بالمال والطعام، ابعاد الاذى عن الطريق، والتبسم والكلمة الايه الطيبة. طيب عندنا هنا من فوائد الصدقة في الدنيا، ايه بقى فوائد الصدقة في الدنيا يا سنة رابعة؟ اول حاجة ان هي بتبارك وتزيد المال، يعني انا هنا لما بنتصدق بالمال بتاعي لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيرجع لي المال ده اضعاف مضاعفة، يعني بيكرمني ويرزقني اكتر من اللي انا ايه تصدقت بيه كمان. طيب تاني حاجة ان ايه، ان دي حاجة بتنشر الحب بين الغني والفقير، الصدقة في الدنيا دي بتخلي في مودة كده وحب ورحمة ما بين الاشخاص الاغنياء اللي معاهم المال وما بين الفقراء اللي هما بيكونوا محتاجين لايه للمال، فدي حاجة كده بتألف بين قلوبهم وبتحببهم في بعض. طيب عندنا بعد كده فوائد الصدقة في الآخرة، ايه هي فوائد الصدقة بقى في الآخرة؟ هي يعني الصدقة ليها فوائد في الدنيا وكمان ليها فوائد في الآخرة. طيب من فوائد الصدقة في الآخرة طبعا ان هي بتكون سبب في دخول الجنة، تمام كده، سبب رئيسي من اسباب دخول الجنة ان احنا نتصدق. وتاني حاجة ان هي بتبعد المسلمين عن النار وتبعدنا عن النار نهائي سنة رابعة. وبكده نكون احنا اتكلمنا عن انواع الصدقة وايه هي فوائدها في الدنيا وايه هي فوائدها في الاخرة. وبكده سنة رابعة نكون احنا خلصنا المهام الادائية بتاعت التربية الدينية الاسلامية معانا النهاردة. زي ما قلت لكم المهام دي مهمة جدا، عليها 35 درجة وهي سهلة جدا، ما نفوتش ال35 درجة دول لان هما يعتبروا اصلا كده مضمونين بالنسبة لنا في الامتحان، تمام كده؟ طيب استنوا ان شاء الله في فيديوهات تانية قادمة نكمل المهام الأدائية لباقي المواد الدراسية. وكانت معكم مس هدير بهنسي من قناة بديل للدرس.